يلا يا سالم. وين السالم بالكرة؟ جول! كفو يا سالم كفو. هالمرة مو بس أربعة، خمسة إن شاء الله يا رب. يس أبو الحمام، سريع سريع وبجي. خلاص طيب. خصمة في مباراة اليوم وعودة من بعيد بهذه الوضعية بهذه النتيجة. بعد التمريرة تصل إلى أكرم عفيف عادي. المهم مرتدة سريعة لمصة السد. هذه كرة وعودة بعد ذلك. 3-1. خلف المدافعين الهيدون. شو السالفة يا عيال؟ بثبات المعيوب. وين الدفاع؟ وين الحارس؟ وش ذا؟ قمنا 3-1. يمينا بالله فريق ترقيع في ترقيع. أنا ما أدري متى بنجيب آسيا ذي. مستحيل تجيبها. إذا رحت دقيقة واحدة وجابوا فينا ثلاثة، منحوسين حنا. لو سمحت أنا حجزت عندكم موعد يوم 24 وأبغى كنسله، تقدروا ترجعوا العربون؟ فيها خطأ، فيها خطأ، فيها خطأ. فيها فاول، فيها فاول. وخطأ لمصاعة السد في مكان خطير. يعني في الذهاب جابوا أربعة. وفي الإياب هدف واحد. يعني الهدف هدفين. وش بيصير؟ يتخيل هذا السيناريو. ها بشر هذا فاول ان جابوه يا سلام ما تاهل وما جابوه رحنا فيها تاهل الهلال يا رب يجيبها يا رب يا رب والله ان صارت ان نضحك على الهلاليين ضحك السرير وفعلا بيصير الهلال يقلب يا الله يا رب انك تجيب هذا الكوري يا الله يا رب يا الله يا رب يا الله يا رب يا كريم تكفى هذا الكوري جيبها تكفى من كان يتخيل هذا السيناريو يا إلهي على هذه اللقطة لكن المعيوف اللي تألق في مباراة كنا ضامنين كنا متأهلين وشلون صارت كذا أقول اسكت ترى ماني بناقصك ماني بناقصك يا تركي أخيرا المباراة اللي تعلب بأعصاب اللاعبين والمشجعين الحين ليش هالتاني يصيح إحنا تونا ما طلعنا يسجل وكان محظوظا في أن يبقى ويستمر في المباراة خوخي مع نامتا هي أخطر اللاعبين فرصة سدوية على حدود منطقة الجزاء في مكان خطير الفرصة السدوية دعوات الهلاليين على هذه الكرة الأخيرة سد لديه الفرصة هذه المحاولة من جانب نامتا هي يلعبها كفو يا معيوف اوه يا معيوف حبيبي اوه يا معيوف حبيبي اوه يا معيوف حبيبي حبوا مين معيوف حبيب الملايين معيوف حبيب الملايين معيوف وتحبوا مين معيوف اه يا القهراء يا جعله في عيونك ذا الصغار يا ذا الكوري الحين الباب عرضه 7 متر ما لقيت الا تحطه في زاوية الحارس ها يا المعيوف قهر قهر فجأة سرب فون يا رجال الكورة جات لين حضنه ما تعرف حظ الهلال والحال دبرونا يا جماعة متى يخلص هالكابوس أنا أقول ندعم الهلال وبالذات البلاهي والمعيوف إذا جابوا الهلال آسيا نقول إحنا اللي دعمناهم لكن إذا جابوا العيد وضيعوها هذا المطلوب نرجع ونقول وما ننسى أورا وبس إيوة أورا وبس إيوة في الحقيقة وعشان المناسبة هذه والهلال قرب ياخذ آسيا الكل فرحان الكل فرحان ومبسوط ما عدا فئة معينة كده ما تبغى الهلال ياخذ أي حاجة فأنا عندي خاطرة كده كتبتها وسميتها يتركوهم أو ما يتركوهم يتركوهم أو ما يتركوهم إذا حققها ما يتركوهم وإذا ما حققها برضو ما راح يتركوهم لأنهم يراقبوهم وما راح يتركوهم صح لسانك يا أبو فارس بس أنا اليوم أنا جاي أدهم فريق الهلال هذه صورة يا ليت يسوي زوم المخرج هذه صورة البليهي والمعيوف أنا اليوم أبي أدعم الهلال وأدعم البليهي والمعيوف بالذات لأن البليهي والمعيوف جاهم انتقاد لاذع من جمهور الهلال بس أنا أقول لكم يا بليه والمعيوف أنا معكم واستمروا أنتوا غادرين والهلال بيجيبها هالسنة أساساً أراوة ضعيف ومنتهي ولا عندها أحد إذا ما خذها الهلال هالسنة وخذ البطولة وراح للعالمية اللي قاعد يطلع عمرك ما غير يجلد عليها ورايح جاي بيها من 20 سنة ما سوى شيء أراوة هو اللي هزم الهلال قبل كم سنة نسيت يوم تذبح أنت حاشي لو سمحت هذا مهم موضوعنا مهم موضوعنا
ولا لك علاقة فيني. أذبح هاشي، أذبح سلك، مو بشغلك. موضوعنا الأساسي العالمية. العالمية صعبة قوية، عرفت شلون؟ العالمية صعبة قوية، يعني طول عمرك إذا خذها الهلال ترى ما جاب شيء جديد، لأن فيه ناس قبله اللي هو النصر جايبها من 20 سنة. إيه، وهذا هو الدليل. أصابك هذا هو الدليل. هدي شوية، شفته؟ هذا الدليل. وش جو الحلاقين ذا يا ابو فهد؟ جايب لنا فوطه. ما راح اتركوهم. فهد ابو فهد ابو فهد معليش دقيقه، معليش تباس تباس مع البليه والمعيوف قلبا وقالبا. ابو تركي، ابو تركي معليش، كل مره معليش 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 ابو فارس معليش. فاصل، نواصل بعد الفاصل. انتبه يا بلي، انفراد لمهاجم اوراوا والهدف لاوراوا. لا احد مستحيل يا هلال. هل كاس الدجل للفريق الياباني الذي احرز هدف في وقت قاتل؟ كرة قدم ظالمة. الهلال فعل كل شيء ولم يسجل. وش ذا؟ كل سنة نطلع، كل سنة نطلع. لا يا بني، لا يا بني، هي لا 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 لا. سلامات، ما كيش مفاجاتنا. الساعة كم؟ الساعة 10. ساعتين اثنين وتبدأ المباراة ويشوفوك بعدين. استهدي بالله يا ابويا، تعال افطر وان شاء الله الكاس لكم. لا لا، بطني يمغصني. مع السلامة. تعال يا الحبيب، تراه مباراة مو باختبار رياضيات عشان يمغصك بطنك. مالك شبيه، مالك شبيه الا القمر بين النجوم، مالك شبيه. والله لو تقول صاير من هنا بكره ما في استئذان. ليه يا طويل العمر؟ ليه؟ هذا يوم تاريخي للزعيم. الله يرحم والديك. تكفى، ابي اشوف المباراه، ابي اشوف النهائي مع العيال. يا اخوي احنا حاطينكم تحدي لشاشات غرفه الاجتماع كلها عشان نمنع استئذان منكم ومن غيرك. مالك شبيه، يلا عجلي المباراة بتبدأ. يلا يلا جاية، بس أنم الصفرة. كفو كفو يا موسيقار، روح يلا فرج، ادعس. ايه ايه، اضغط عليه، روح حلو، يلا يلا هي. يا رب روح، عطى عطى يا ابوي، قوم بس فتح له، العب. هي 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 هي، حرام عليك يا شيخ، وش ذا النحس؟ وش ذا البطولة اللي عاد تجي؟ ضاعت الفرصة، كل سنة في النهائي نضيع ألف فرصة، أعوذ بالله وتضيع البطولة. أنا ما أدري وش بيننا وبين النهائي هذا. في وسط الملعب، أضغط أضغط يا عيال. ما شاء الله يكون عندك هذا الكم. يلا عيال ربع ساعة يلا. لكن النهاية لم تكن سعيدة. القادم أفضل يا غوميز، القادم أفضل يا هلال. فرصة متاحة، الهلال لا زال يبحث عن هد. جيوبينكو على تنفيذ ثابتة، ركنية هلالية تلعب القائم الأول. يبعدها الدفاع، يساعدها سالم الضربة.
ولكنها صدمت في الدفاع، تحولت الى ركنيه. ضربه يا سالم حلوه كانت اللقطه الاخيره من التورنيدو، لكنها ضربت في الو روح في الجدار الدفاعي لفريق اوراوا. يعطيه فيه، خش عليه خش عليه خش عليه. ايه حكم يلا روح يلا 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 كريم يلا روح 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 ادعس روح ايوه روح هيا عطى فرج يلا يلا فرج يلا 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 سرب يلا. خشوا يا رب لك الحمد والشكر يا رب يا رب لك الحمد والشكر يا رب. مبروك مبروك يا عامل، لا تبكي دمعة غالي علينا، خلاص هتروح للعالمية. ماني مصدق يا عامر والله ماني مصدق. مبروك يا عامر، ألف مبروك وربي تستاهل. الله يبارك فيك يا كوب. وينك يا سلمان؟ وبعد ذلك يا رب يا عامر سالم سالم. أخيرا أخيرا أخذنا عاصية أخيرا للعالمية، الهلال أصبح قريبا جدا. حلو طير على طول. لا يا سلام كان في مرمى اللي في مرمى مشي في مرمى وراوا في بطنك يا ريشيمورا. تعود الكره هيا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هيا هو الثاني مرة مرة الثاني الصفحة. يقولون ازدحام بمركز الصحة.
نشروني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني يلا بسرعة لا تعطلوني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني شكرا حاج صالح منك الفرحة كل هم كنك حتى تتابع الصفحة يقولون ازدحام بمركز الصحة ساكت في دولة حجوني شخبار الضغط نشروني شخبار شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني يلا بسرعة لا تعطلوني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط نشروني شكرا حاج صالح منك الفرحة كل هم كنك حتى تتابع الصفحة يقولون ازدحام بمركز الصحة ساكت في دولة حجوني شخبار الضغط نشروني شخبار الضغط يا ابو ثلاثة صار الليل يا ابو ثلاثة ايه عزوز جهز نفسك عشان تلقم مثل خويك تلقم يلقم القامن والقمة حجر في المعجم الوسيط تعني اسكته وفي المعجم الكبير تعني افحمه عند الخصام السالفة ذا يا ابو اتركك منه الكتب لحست مخه كمل خلى علي ها ياسر تعال كمل الجيم تعال أبيك إلى أين ذاهبون؟ الحوش امشي حسنا خير يا عزوز وش فيك؟ هتقول هس هل أنت منهم؟ منهم ذولي أعداء العلم والمعرفة إنني أتعرض لمؤامرة أها مؤامرة ومن اللي تامر عليك؟ إن هذا العالم ليس مكانا لي إنهم يحاربونني سيكولوجياً وسيسيولوجياً إيه وبعدين وش صار؟ لقد أصبح بيني وبين هذا المجتمع بون شاسع في التفكير الميتافيزيقي عزوز أنت تعبان أوديك المستشفى مستشفى سبق وأن قلت لكم أن هذا العالم طارداً للعباقرة والمفكرين لن أبقى ولا لحظة واحدة أيها الحمقى لن أكون سمتريا ما هو سمتريا أصمت والله ما راح يضيعك إلا عنتر عزوز أعقل عنتر لم يضيع قبيلة بني عبس فكيف له أن يضيعني أيها البزر أنا بزر يا عيال عزوز عامر اتركه عزوز صار مخ سلي يا عبلة الجبيلين عنا وما لقد بنوا الأعجام منا أبدنا جمعهم لما أتونا تموج مواكب إنسا وجنا وراموا أكلنا من غير ريوع فأشبعناهم منا ضربا وطعنا
لا 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 يا واد ايش قاعد تسوي هنا؟ دعني اجد الى العلياء في الطلب وابلغ الغاد القصوى بالرتب. يا واد ايش الكلام الخربطه هذه؟ رتب وما رتب؟ الرتب هذه اللي انت قاعد تقول عنها هي اللي حتيجي وتاخذك للسجن. وبعدين ايش الشعر هذا الملولو؟ امشي امشي قدامي انقلع. يلا قوام يا واد امشي. شوف 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 ذا المهبول يا رجال، ذا شكله ملحوس. اسحب اسحب عليه. ماذا نفعل عند الحجام يا ابتاه؟ يا ولدي اهجد يا ولدي، تعبتني في حياتي. خلاص اسكت، يرحم امك، لا تفضحنا. هل انتم من بني عبس ام من بني زبيان؟ من بني هلال. مش عنده ذا السبك؟ خشيت سبك تعني في الموجة من وسيط سبقته الحياة، سبقته التجارب وعلمته وهذبته. تريد تهذيبا؟ عجب! الله يرحم والديك، أنا جاي حلق وامشي بس. سم سم أبشر. هل تصمت أيها الأصلع؟ يا ولدي يا ولدي، لا تخلينا أعطيك مخمس يحب قلبك. هيا تعال أقعد هنا، أقعد هنا قوام. أقعد. أيوة. أعتذرني أبتاه. يا زول تعال حبيبي تعال. اسمع، أبغاك تحلق له زينه عشان ينسى سالفة عنتر. تحسه من بني من هذا الرجل الطيب يا أبتاه؟ هذا من بني سودان. وأنا من به. إذن هي المبارزة. يا زول مبارزة شنو؟ ده موس حلاقة. يا واد قر عساك القريرة يا واد، فضحتنا بين الناس ونزلت وجه الأرض. لا تقلق يا أبتا لا تقلق. إن هذه غنائم الغزوة المباركة، فهل من معترض؟ من يعترض فليأتي معي خلف الجبل لنتبارز رجلا لرجل. انا مش معترض خالص، انا مش معترض. حضرتك لو عايز البضاعه خدها كلها، لو عايز المحل كله خده، ولا ولا خد كل حاجه، بس سيبني عيش سيبني عيش سيبني عيش. الله يخليك سيبني عيش. ممتاز ممتاز. اي خد لك يا عزوز، ارحم امك. جبت لي السمرقه، الحوائج هذه انا اللي حدفع قيمتها، وخلينا نمشي. ابدا لن ندفع. اتريد ان تشوه سمعه أنت بن شداد بين القبائل يا أبتاه؟ لا لا لا، تشوه مين؟ سمعة حضرتك ده أنت نار على العالم، ده أنت مش عارف أنت عامل إيه في مصر، ده من زمان من أيام هنتر وحبلة، وإحنا بنحبك قوي يا باشا. خد كل البضاعة، خد كل البضاعة حضرتك اللي أنت عايزه كله براحتك خالص. اصمت! فليكن في بالك أننا سوف نأتي لنغزوكم في كل أسبوع مرة أو مرتين. فلتستعد للنزال أيها الوغد. حاضر يا باشا، اتنين تلاتة اربعة الاسبوع كله، لو عايز تمت ايام في الاسبوع اغزو. حاضر يا باشا حاضر. يا اخوي ترى ما يصير كده، ولدك مريض يتعالج الله يشفيه، لا يجلس يأذينا ويأذي خلق الله في الشوارع. ابشر يا حضرة الضابط، والعذر والسموحة منك. الواد هذا اهبل وعقله فيه لوسة. شوف انت المسؤول عنه، واذا جاني مرة ثانية ما الومه هو الله يشفيه، ألومك انتك ابو. اقول لك له شهر وابوه حابسه بالبيت عشان فيوزاته ضاربه. وانت وش كارك؟ شلون وش كاري؟ هذا خويي تبين اتركه؟ بصرب ابليس ابوه انت. الله ما اترك خويي. يا ولدي الله يرحم والديك، اسمع كلامي، الواد هذا جنني وفضحني بين الناس، وخايف بكره يجيب لي الجريه، والضابط يقول اذا سوى اي حاجه حكون انا مسؤول عنه، عشان كده انا حبسته. يستاهل، خلي عدل. لا يا شيخ، الحين جايب تعزز له ولا تعزز له؟
يا عم ابو عزوز السجن مو بحل، انت سلم ولدك لي واعتبر موضوعه منتهي. ومدجج كره الكومات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلم. مستسلم جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي. مقومي اوف 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 وش ذا؟ معلمك ذا منتهي ماله علاج. اسمع انت، هذا ايش اسمه؟ استراحة، يعني نجي نجلس ننبسط نرتاح، وانت يا فقي مو جبته؟ طلعوا. اسمع، خذ شلتك ذولي وطلعهم برا. ماذا؟ اتطلب طفل ثاني؟ ايه اقول لك تبي تسكت ولا اطردك معهم؟ يا من شراله من حلاله عله. اتقصدني بهذا الكلام يا غلام؟ انا غلام يا ابو فلافل؟ انا اللي مطلعك من السجن حق ابوك ولا كان خست؟ اترفع صوتك على عنتره؟ اذا القتال حتى اخر رجل فينا. القتال 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 القتال. اسمع صديق، 5 دقيقة انا اتصل كفيل يجي هنا، تفهم ولا ما تفهم؟ كفيل يلا يلا يلا. لن ادعى لكم، لن ادعى لكم، سوف اتي في مرة قادمة. اكا مكة كيفو يا خوي؟ الله يستر. ايش في؟ مشينا يا عيال. أتريدون مبارزة الرجل للرجل؟ أم تريدون المعركة مشكل؟ يا عزوز صل على النبي، لا إله إلا الله. اصمت، قلت لك أنا عنترة. أخذ عنترة وراسك، من وين ضافهم ذولا؟ إذن القتال ولا شيء إلا القتال. قتال قتال قتال. وش قتال؟ الله يرجك أنت راسك. طب ما في صلح ولا معاهدة؟ أبدا وقطعا لا شيء سوى النزال يا بني الاستراحة. هذا يا فقي، ولا تنسى ان الدنيا فيها شرطة. اذا هل تستسلمون لكي نحقن الدماء والارواح؟ طب دقيقة خلنا نتشاور. تعالوا عيال. ها وش الشور يا بني استراحة؟ انا اقول الرجال شكله عنده خطط قتالية وممكن يعدمنا، نستسلم احسن. وانت يا صالح ايش تقول؟ انا اقول الحرب خدعه، خلنا ندخلهم من داخل وناخذهم على قد عقولهم. اشورك وهدايه الله. خلاص حنا قررنا الصلح والهدنه. الهدنه طعم العرب. الهدنه الهدنه طعم العرب. الهدنه. ماذا تريدون؟ البخاري 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 البخاري. اتركوا ملاعق بني الاستراحة، فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. فلنضرب بالخمس. هجوم هجوم. تريدون اسمعنا تلك القصيدة التي كتبتها من أجلي. أنت يا عنتر أقوى واحد بالحارة. بالحارة الكل يهابك لأنك زلابة. زلابة أود من الزلابة. أنا الزلابة. أصبر ما خلصت القصيدة، جمعت الكديش وجيتنا بالاستراحة. استراحة. أهلا وسهلا بك يا أبو الشجاعة. الشجاعة. اعطيه 10 من الابل. تبلاك انا. ايوه انت. طيب من وينك نياق انت؟
سأخبركم من أين أأتي بالنوق. اجلس 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 اجلس. جبتني بخاري صديق. لا حرج في ذلك، لكن قبل ذلك علينا بالذهاب إلى مكان ما. أترى ما أرى يا عامر؟ إنها أباعر ورعيانها. أصبت. هيا بنا لنأتي بجيش بني عبس ونغزوها إذن. أقول يا عنترة، بما أني قائد بني استراحة وشاعرك الأول، عندي لك رأي. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الثاني ولا أقصد، ورا ما أنا أروح أجيب جيش بني عبس وأن تراقب الوضع هنا عن كثب. لك ذلك يا عامر. إذن إلى اللقاء. اذهب، رافقتك السلامة يا عامر. يا عيال، الرجال وصل إلى مرحلة خطيرة، واللي يسوي ذا يعتبر سرقة، وأنا بصفتي قائد بني الاستراحة أقول الصلح اللي بيننا وبينهم ملغي. القتال القتال القتال. أقول اهجد أنت عزوز المركة داخل نمسكون أدبغه. فكرة. لقد حل الظلام ولم يأتي عامر بجيش بني عبس. إنها الخيانة يا عامر. لن أدعها لك يا عامر. عمه، لقد أتيت إلى منزلك لكي أخبرك خبرا سيء. ابنك عامر خائن. نعم إنه خائن، لقد هزمته في وسط المعركة، لذلك يجب عليك أن تتبرأ منه أنت وعشيرتك. أبوك داري لك لابس اللبس. شفعتك مهلة هلالين اثنين إن لم تتبرأ منه أنت وعشيرتك هي الحرب بينكم وبين بني عبس. عامل لو سمت لك تطلب أن تراه، سوف أسامحك لكبر سنك. أقدر من أنذر. هذه الملايا قد أقدر من أنذر يا عمه. أسمع صديق، أنت يبغى بخاري؟ بخاري 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 بخاري. ما في مشكلة، أنا أعطي بخاري، بس هذا نفر كم يعطي أنت فلوس؟ 100 ريال. أنا يعطي 200 ريال. 200 ريال 200 ريال 200 ريال. بس اسمع، ما في يركب خيل، ما في يلبس كذا، بعدين ما في اكل كثير، اوكي؟ تبا لله. انا؟ ايوه انت. اجل فسخ ملابسك، يلا يلا انت وياه، يلا فسخ انت وياه، يلا بيتكم، يلا يلا يلا. 200 ريال برا تاخذونها من شكوش، يلا توكل على الله، يلا يلا صديق، يلا 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 راح، يلا يلا على طول على الحلاق. يلا على الحلاق، يلا حاسبهم يا شكوش. عامر، الله يخرب بيتك وبيت اللي يسمع كلامك تاني مرة. خير يا عم، وش صاير؟ أقول لك الواد هذا حيجيب لنا الجرية، وزي ما طلعته من السجن وضربت على صدرك وقلت في وجهي هيا تعال انت ووجهك وخرجنا من المصيبة هذه. تخطب عبلة؟ أتخطب عبلة وأنت تعلم أنني أحبها يا خسيمة؟ عزوز أنا جاركم، أنا جاركم سعود، خذ رمضان مدري شو اسمه ما أعرفه، والله العظيم ما قد سمعت عنه. يرحم والدك واخر السيف مني، ما ابغى اموت. تكفى عزوز. اتظن يوم انك تسمي نفسك سعودا ستفلت من العقاب.
أخيرا طحت في يدي يا عنترة. عامر؟ أي عامر، أنا خرثمة الذي خطبت عبلة. من هذا إذن؟ هذا سعود جارك. لا هذا سعود جارك، سكنها. هذا سعود جارك. والآن يا عنترة نريد أن نقاتلك حتى تصبح عبلة من نصيب رفيدنا خرثمة. دعوني أعتي بثلاث من الفرسان على الأقل لتكون مبارزة نزيعة. لن نسمح لك أن تجيب نص فارس، أنت أسيرنا فستواجه مصيرك. وراك متحمس، تراها تمثيلية. إيه لا تتحمس، خذوه إلى الغمارة. إذن إن هذا غش يا بني الاستناعة، إن هذا غش. أنت راح لبيتكم يلا أبو شوشة، كل واحد البيت يلا يلا يا ورع يلا يلا رحناك أنت يلا لا أحد يوقف. يلا يا عيال يلا. تخونونني يا بني الاستناعة، تخونونني. تباً أنا عنترة، كل شيء إلا الغمارة. تذكر يوم غزيتن وروعتن يا عزيز؟ إيوة أفتكر كل حاجة. سامحوني يا شباب، تخفى سامحوني. سامحوني؟ وين نصرف هذي ها؟ جاء الوقت اللي تدفع فيه الثمن غالي. دقيقة صبر، أنا بعترف لكم بحاجة. أنا اسمي مو عنترة يا شباب، كنت بكذب عليكم. أنا اسمي الحقيقي عبد العزيز من مكة شارع منصور. بالله سيبوني خلوني أروح بيت أمي أريح، كنت بامزح. تكفى يا شباب. متأكد من هالحكي؟ يعني موضوع عنترة هذا خلاص؟ بدري علي أكون عنتر، أنا ماني عنتر. إيه كويس يا عيال، اضبطت الخطة. والحين حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز، حيوا عزوز. هلا كفتة، تعال شوف عزوز على جنان. الحمد لله كوبوي نو موف. أهدارك يا ابو، نزل مسدساتك الكلبية. شتت اركب هديتي. احنا شباب البوم. ايه شباب البوم يا ابو عامر، يا عامر يا سليمان، يا ابو عامر الحقوني. خير خير يمه، وش فيه؟ الشغالة شكلها انحاشت. ابلش العب شوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا عامر. تعال يا عامر كسر راسك. مالي خلق، العب انت وياه. اوف وش فيها قافلة معك؟ شغالتنا انحاشت ونعفسنا ومن اليوم ندور عليها. وش سالفة الشغالات اللي كل يومين واحدة منحاشة؟ ما ادري، الزبدة انها زرفتنا بفلوس. حتى بلاي ستيشن اخوي سليمان اخذتها. يا عيال وضع جوع، تعشيتوا؟ كويس انك تكلمت، توني موصي شكوش راح يجيب لنا عشاء، ابدق عليه يحسب حسابك. يلا كلمه. الو. ايوه ياسر يا ابوي، ما في امل اجيكم لا بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة. لو روح نتعشى في الدمام يمكن اسرع. ياهو انتو مره ملزمين؟ طيب طيب يلا يلا سري لك. هلو هلو ارعب. حيو حيو، هلا هلا، كيفك مجودي؟ مجودي مين يا ابوي؟ اخوي حركات هذه قديمه. ارجع ارجع ورا، ارجع ارجع ورا. وش ذا يا عيال؟ وش ذا الطعم اللي يدوخ؟ قايل لكم انه يستاهل هالزحمه، ما ادري شو يحطون ذا الخلطه يا اخي، عجيبه. المره الجايه واحد منكم يصف في الطابور. انا بصف في الطابور كل يوم، بس تعشوني على اعصابكم. شو تتوقعون حاطين في الخلطه؟ هيل؟ لا انا اتوقع زنجبيل. تحدي من ذبيحه.
قدام شاهدين عيال. اقول لا تزعجونا، روحوا عندهم واسالوا مديرهم. تم تم. ومن بيعوضني في ال25,000 وذهبي اللي سرقته واجهزة عيالي؟ من بيعوضني عنهم؟ اي عوضت الله، المهم البلاغ وبلغنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. اخ اخ، بس لو اني اصيدها بيديني. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ها بشر، عسى لقيتوها. وين القاها يمه؟ قطوه هي من حاشه في اخر الشارع. كيف حال يا مدير كبير؟ الحمد لله. شوف حبيبي، انا يعطي انت 50 ريال، بس يبغى واحد معلومه. ايش ابغى؟ انت ايش ركب خلطه جوا شاورما؟ هيل ولا زنجبيل؟ انا في اعطيهم طعم. 500 ريال، انت روح برا، ما في سبب كركز زياده. روح روح روح. ما تفكر الموضوع فيه سر يا عيال. أجل يقول لنا بعطيكم 500 ريال، بس اقربوا وجيهكم عني. عامر كنسل التحدي. ها تبغى تنسحب؟ ما في يا حبيبي. يا عيال خلوا الموضوع علي. كيف؟ أنا أقول لك الحين، ما لها إلا عبد المنان، هو منهم وفيهم ويجيب لنا العلم. والله جبتها يا عامر. عبد المنان، شوف صديق، أبغى أنت يروح جوا عند مدير كبير، سوي قرقر، سوي حب زيادة، يبغى مرة مرة أنت سوا سوا هو. أيوة شوف كيف طريقة. أنت معلوم خلطة شاورما. ليش؟ عشان افتح مطعم كبير، بعدين أنت تصير مدير كبير، بعدين سوي شاورما أحسن من هذا. ما شاء الله تبارك الله. 2 ساعة أنا في روح سوي صداقة، سوي قرقر، بعدين معلوم كله انفورميشن. كافو يا الانفورميشن. يجي يا عبد المنان. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو عامر. هلا عسى باشا. والله السياره كل يوم ارتفعت حرارتها، ما ادري وش سالفتها. الله يعيننا وياك. الله يعين الجميع. ام صالح قالت ان شغالتكم ضاعت، وش السالفه؟ لقيتوها؟ لا والله ما لقيناها، بلغنا عنها وهذانا قاعدين ننتظر. الله يعين على هالشغالات، حاسونا الله يحوس. اي والله حاسونا. غريبة، نقفل جواله. خلنا ننزل نشوف. امشوا عيال. هذا هدية حق انت عبد المنان، عشان انت نفر كويس، شغل مية مية. تستاهل يا عبد المنان. ما شاء الله تبارك الله، هذا ديجيتال مية مية. هي يا ابو وش فيك؟ شوف الساعة اللي على ذا، ما هي بساعة عبد المنان. الا والله هي نفس الساعة. يا عيال واذا نفس الساعة يمكن شاري زيها. لا يا عيال، احس الموضوع فيه انه. اقول لك ما شفت عبد المنان؟ لا انا ما في معلوم. عبد المنان يوم عامل استراحتنا واحد مليان كذا، ما شفته؟ لا لا تفضحونا، انتم وراكم سالتوه. خلوا يطلع صاحبنا. اسكت اقول بس. ها بندور كم مشكله؟ ये बार बार عبد المنان का पूछ रहा है, ये चारों जो आए عبد المنان का बार बार पूछ रहा है मेरे से. ايش في مشكله يا صديق؟ ابد ندور عبد المنان. انت يجي مره ثانيه هنا عبد المنان. عبد المنان ايش هذا؟ عبد المنان ما معلوم. اول يجي خلطه الحين هذا عبد المنان. يلا هو عبد المنان. عبد المنان سوق سوق يلا. الله يعينك ابو صالح على هالسياره.
والسلفتهم ذولي الله أعلم وضعهم مشكوك فيه خلونا نطب عليهم واحد دمين كده يا باتمان طيب عامر وش السوات العيال خلونا نمشي الموضوع يبي له تكتكة ما شاء الله ما شاء الله وش هالزين وش هالنشاط أمك هالمسكينة وش فيها اتصايح علينا راحت شغالتي راحت خدامتي طاحت يدينا من الصبح طاحت عجتها في هالبيت قلت يعني عاد ساعدها شوي كافو يبا عاد انت خذ الزبالة من المطبخ وطلعها برا ابشر انا بعد ما اروح اجيب مقابل من السوق سيارتي انسرقت لا حول ولا قوة إلا بالله ألو الحقوا علي تكفون سيارتي انسرقت من عند بيتي اي والله خلاص أنا في انتظاركم أبو عامر خير تكفى الحق علي سيارتي انسرقت عجيب والله انا شايف من سطحه شايف سياره البارح وعسى اخذت رقمها شو انا اخذ رقمها قلت يمكن سيارتك خربانه وديتها الورشه اسمع بركب صندوق الونيت واذا مشوا الحقني وقفوا عند بقالة في المحطة قشوة اوف 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 رحنا فيها يا عامر وش فيك؟ يفتحون الباب يفتحون الباب خليك وراهم ولا تضيعهم اوكي ان شاء الله اسمع خليك منتبه اذا وقفوا داخل وهذا الوضع ما اطلع افتح لكم الباب طيب انتبه يا عامر ها في شغاله واحد شهر 3000 ريال اوكي طلب اي صار جد كله ها بندو ضلي يا بندو سامر وانا ضلي كم كرو لا كم نكته ضلي كرو وده سامر لك ده Let's go!
اسكت بقرا. صلي قبرك عليك اليوم. قبرك عليك اليوم تجي. شغلتنا شغلتنا سلام. اسكت لك يا انت جاسوس. انت جي ورا السياره انا. ليش جي ليش جي يا شباب؟ عامر وترني. ايش في طول ما اتصل؟ تبي اتصل عليه؟ هو يا جود بول راح. يا جود بول اسكو छोड़ेगा नहीं. اعطاني بيزي. مين انت؟ ها؟ انا عامر. اسكت نامك يا عامر. والله عامر 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 صاحبي. افتح الباب احنا ننتظرك برا. عمارة توصيزي كوريكا. ها؟ توصيزي كوريكا عمارة. ها؟ عامر 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 صاحبي. افتح الباب احنا ننتظرك برا. الله يرجك الدرج. اسكت مي بول كوراي. اسكت لك راح جلدي سي. جلدي. عمار عمار شفتوا وفتح الباب لانه سمع رسالتي. هاي 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 كابتن. الله ينكبك يا وجه النكبة. وين بتروحون؟ مصيركم تمسكون وتخسون بالسجن. انكو سوي سبوندو كالينكو كونو مانو دو او كالينكو سبو دي كيكا كيكرا ناي على هو صنع طلو زلدي ستيما. انت ستيما ورح ترسل رسالة. ايش الهرجه يا عيال؟ شوفوا لنا دبره نبي ننحاش من هنا. انت اللي دبرنا انكبتنا. يلا دبرنا. لا يا شيخ انا اللي نكبتكم ولا تحديك انت. اوماتو ميري جون عبد المنان. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف اجي انت هنا؟ جينا ندور عليك. انت ايش جابك هنا؟ هو كلام. تعال سوا سوا اعطي 3000 راتب. افا يا عبد المنان تبينا عشان 3000 ريال وحنا اللي خايفين عليك وجايين ندور لك. تكفى يا عبد المنان تكفى فكنا تكفى. وين راح لاجل الملح؟ 5 سنوات وانت اخوني يا عبد المنان. وين فاسعي دوريان फिर भी कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा كفو يا عبد المنان والله انك رجال كبير احبك يا عبد المنان يلا 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 معلوم هذا شاورما. انت كلام خلطه كويس. هذا السفي هنا ام عاد. هذه الشاورما البطلة. ايوه اجل هيل. ها اجل زنجبيل. ها يلا 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 دا دا دا.
بابو باي بابو باي بابو باي بابو باي يهوى صب 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 صنورة وبهك يا بهك نانا باي جلدي كرو جلدي كرو يا عيال هذه سيارة جارنا أبو صالح أما بابو كيا كريغا ماريغا قتل كريغا أمكو تم سب بندر جائيغا ایک ایک کو سزا ہوگا لمبا والا کیس لگے گا ہم تم کو 50,000 دے گا لیکن تم پولیس کو نہیں بتائے گا یہ وعدہ کرو عبد المنان وش قاعد يقول هو كلام انا اعطي 50,000 ريال بعدين روح وما في كلام بوليس ابوك الكاش اسمع نبي 100,000 ريال ولا بنبلغ الشرطه مشكله ابد طال عمرك هذه كل السالفه وذي ال 100,000 اللي اشتروا فيها سكوتنا الله يعطيكم العافيه وبيض الله وجيهكم الآن بنرسل لهم فرق وبنبلغ كفلائهم بإحضارهم بأسرع وقت ممكن أبد ما سوينا شيء هذا واجبنا جايبهم وناثرهم في الأرض ولا تدري عنهم ولا همك إلا الدراهم اللي تأخذها منهم نهاية الشهر وش سووهم؟ عمالك متهمين بعدة قضايا سرقات سيارات، أطعمة فاسدة، استدراج خادمات، تزوير والخافي أعظم أنا أول مرة أسمع كلام هذا منك ولا أدري عنهم هذه مشكلتك تتحملها أنت وزين اللي عندنا شباب عندهم غيرة على الوطن وهم اللي كشفوك يا عسكري دخل الشباب أبوي مركز بديتي احنا شباب البوم يا شباب البوم يا قرات سيبا لي فيدي داهزين لدرها مات بالخال الخالي صح لسانك يبا هلا والله بلب البطل الحين بقهويك وبيك تمخمخ علشان بفاتحك الموضوع خير إن شاء الله وأنا أبوك تبي تعرس؟ والله إذا نجح المشروع والفلوس لعبت بيدي أبعرس وبزوجك بعد تزوجي بعد انا يعني ازوج انا وياك ايه بليله واحده وش هالمشروع هذا بيض مسلوق ولا شكشوكه لا يا يب الله يهديك لا بيض مسلوق ولا شكشوكه المشروع له علاقه بالدواجن يعني بشتري فقاسات وهاتك تفريخ ودواجن تفريخ ودواجن تفريخ ودواجن طيب والمشروع هذا وين ابوك كم يكلف يا يبا دراسه الجدوى تقول ان تكلفه المشروع 200,000 ريال بس 200,000 ريال تبيه نبات خمس ولا شيك ولا حولها بحسابك شكلك تطقطق علي يبا اي بالله اطقطق عليك فقاسات وبيض وفروخ وما ادري شنو اقول لك قبل الحني قب يا يبا اسمع كلامي الفلوس تبي تلعب بين ايدينا خلنا بس نسوي هالمشروع هذا ونتوكل على الله اقول لك كذب على وجهي سم السلام عليكم وعليكم السلام هلا يا عم هلا 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 هلا
والله انا لي 3 ايام ما طبيت بيتي ولي يومين ما اكلت. والمطلوب؟ والله كلك نظر. هذه 10 ريال بس ابيك تدعي لي بمشروع الجديد حق الفقاسات. الله يرحم والديك ويجزاهم الجنه. كنك ما دعيت لي يا عم. والله المشروع الجديد يحتاج له دعم اكبر. اها هذا نظامك؟ نعم. عندك اعتراض؟ لا لا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حياك الله. عطنا واحد همبرجر وصحن بطاطس وصحن سفري شطه كاتشب مايونيز. 10 ريال حسابك. عادي بكره ادفع. للاسف ما اقدر والله اعتذر منك. اجل كنسل الطلب. حاضر ابشر ولا يهمك. ابوك الجوش صفات الحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عسى ما أكلت يا أبو شبيب. وش تقول؟ أقول عسى ما أكلت. لا والله ما أكلت. طب عادي تعطيني عشرتي ورجح لك بكرة. أول مرة أشوف واحد يشحذ من شحال. أنا شحاد عطني إياها. يا شين اللي ما هو عند سلمته. شوت يا عيال، الوالد رفض فكرة المشروع. شلون يعني؟ نلغي المشروع؟ وليش نلغيه؟ ننقص من قيمته. كم حنا متفقين من فقاسة؟ 5 فقاسات. طيب نخليها 3. 3 فقاسات كم بتكلفنا؟ تقريبا 120,000. حتى 120,000 غالية. طيب ليه ما نغير الفقاسات؟ نجيب ملابس أو أي حاجة كذا تكلفتها 20,000 وكل واحد فينا يقود 5,000. لا يا شيخ، وش ذا المشروع البايخ؟ ما يزبن ولا قطة الاستراحة. خلاص خلاص كنسل المشروع. بس العب العب بلايستيشن. عشرة، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. فلوسي فلوسي. يا ابو شبيب، مو هو بعامر اللي يرجع بكلامه. هذه 10 ريال اللي اخذتها منك امس. ابو شبيب
السالفة؟ سلامات يا ابو شبيب، وش السالفة؟ وش بك؟ وراك قلب بعير. وش بك يا ابو شبيب؟ بعدين وش سالفة الرجال اللي طلع من عندك اخر الليل؟ لا يكون تشتغل بالممنوعات. انت شفته؟ واحد طلع من بيتكم الزبالة وركب سيارته ومشى. وش سيارته؟ وش شكله؟ مليون ونص. انت عندك مليون ونص؟ اي عندي، عندي مليون ونص، هذا شقا عمري. طيب دام عندك مليون ونص، وشلون تشحد؟ يا ابن الحلال انا ما اجي معك هالمليون ونص الا من الشحاده. ورا تاخذ منك اليوم عشره. اللي صار صار، الحين انا ابي فزعتي. فزعتي بوشو؟ انت المفروض ابلغ عنك. انت مبلغت علي، وش تستفيد؟ انا عندي القشور. وشو؟ رجعت لي المليون ونص اللي سرقها الحرامي، ابعطيك نصفها. من جدك؟ اي من جدي. انا بعطيك 750,000 ريال. واللي يرجع بكلامه؟ يا شيخ بلا وغدنا. يا عيال موضوعكم انتهى. كيف؟ ضبطتكم 750,000 ريال. عامك كنا محتاجين 200,000، كيف جبت 750,000 انت؟ اطلخوا يا عيال، مالكم الا اللي يرضيكم. 750,000؟ يعني ما نجيب 5 فقاسات، نجيب 15 فقاسة. دقيقة طيب، وشلون جبتها؟ ابد ما عليكم، دبرتها. دبرتها؟ اي عامر، لا تكون طريقة منا ولا منا، انتبه بس. لا منا ولا منا، تيسرت. طيب كيف جبتها؟ الموضوع طويل، والفلوس بتكون معنا، بس بمقابل. قبل ايش؟ نمسك الحرامي. اي حرامي؟ اللي سرق ابو شبيب. مين ابو شبيب؟ الطرار. واقولكم على سفرتنا انا والعيال في السنوات الاخيره لاوروبا، الله اكبر، شيء عجب، بس ان ارتبكنا شوي وخفنا يوم قامت الطياره تهزبنا شوي تركض بنا. ام الغزلان ما شاء الله دم من يكثر في ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته، يا هلا وسهلا. هذا ابو شبيب اللي قد قلت لك عنه؟ لا ما اخذه. وش عندك؟ والله انا انسرق لي مليون ونص. افا، مليون ونص؟ وشلون انسرق ذي؟ والله ابد، واحد انقمز بيتي وسرقهن. ها شفتوا يا اخوان؟ شفتوا؟ شفتها مفلح؟ اي نعم. انسرقت من خزنته، من الخزنة. ما هو من الخزنة انسرقن. أجل وين انسرقت منك؟ من الفريزر. شفتوا شفتوا شو يقول؟ يقول من الفريزر. هذا 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 تجميد أموال هذا. الحمد لله. الحين قل لي يا ابو شبيب، الحين وش صنعها يومك تحط الفلوس في الفريزر؟ محل ما احد يتوقع طال عمرك. الظاهر طال عمرك ان الحرامي كان جوعان، نص الثلاجه يبي ياكل، يوم فتح ولقى فلوس قدامه قال يا ولد جتك من الله، شالها ومشى. وصات 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 يا قربها للي قالها الاخ. لا الحين قل لي، ورا ما حطيت فلوسك في البنك، وبعدين وش تشتغل انت؟ اشتغل طرار. طرار! تعال يا ولد تعال تعال، الله يكفى يقول طرار تعال اخلص. طرار دق على ياسر. هلا ياسر، وينك؟ قريب؟ عشوة. اوكي اوكي ننتظرك. لا تتأخر ها؟ يلا يلا سلام. يا خلونا ناكل، ايش هذا؟ كل ما نجيب اكل تدلونا فيه؟ لا يا شيخ، تبي نسحب على خوينا؟ اصبر بطنك في دود انت. كلب. انا كلب؟ لا شكلك الليلة ما انت معديها على خير. اقسم بالله كلب. هاه 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 هاه، صلي على النبي صلي على النبي، يا ابوي صلي على النبي. ايش ما تسمع وش يقول؟ ما اقصدك انت يا عامر، اقصد الكلب. اي والله كلب عيال، وش جاب ذا؟ هلا بالعيال، هذا هو سكوبي اللي بيطلع لكم الحرام ان شاء الله. كفو يا ياسر،
اوه كويس انكم جايبين اكل لان الكلب ما تعشى. وحنا ايش نتعشى؟ ايش هذا؟ الكلب ياكل دجاجه وحنا ناكل شاورما، ليه في بطنه وجود؟ ايه فقي لا تلكن هالكلب، خليه يتعشى. ايه كل بعد عمري كل، تجيك حبه ثاني بخاري بعد. ما عليك من كفته. ولع اللمبات وشكش يا ابويا، ما تشتغل طافي الكهرب. والله ما سددتها. انا اجي للبيت انام وبس، وشو لا تسدد؟ هذا نظامك؟ نعم، عندك اعتراض؟ ابوك القعاطه. طيب هل تشك في احد ابو شبيب؟ لا. يوم دخل الحرامي كان معه مفتاح ولا طب؟ وانا وش يدرين؟ الساعه كم صارت الحادثه؟ بالليل. انا شفته يوم طلع وركب سيارته وزبر. مع احد؟ لا ما مع احد. وش نوع سيارته؟ كابرس. وش موديله؟ 2013. وش لونها؟ رصاصي. كم رقم لائحتها؟ ما شفتها. هي انت مخفف تجاوب؟ قلب عليك الموضوع. ياسر شوف شغلك. خلاص يا عم لا تشيل هم، هذا الكلب من افضل الكلاب البوليسيه، بيطلع لك الحرامي في 24 ساعه. يلا عيال مشينا. سكوبي مش قدامنا. ايش هذا الكلب؟ تخلوه يمشي قدامنا؟ تحترمونه اكثر مننا؟ اهرب لك هاص، تجيني هاص مهبول انت يا اخي. كل اللي عندي هاص يا اخي، ايش فيك انت؟ هم 42 وحنا 15، ايش فينا سوي؟ وزع 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 وزع. عرفتوا البيت ذا يا عيال؟ بيت صالح خوينا. هذا اللي يزرف ايام المقصف يوم هم المدرسه. اي والله اني شاك فيه الفقي من زمان. الكلب طلع ذكي، عنده سالفه. اسف يا كلب. من عند الباب؟ طب. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل تفضل. ابو صالح. هلا هلا. ولدك صالح لنا يومين ما نشوفه بالحاره. إيه الولد طال عمرك ما اخذنا اخته وراح المكه، المكه ياخذ عمره. ايه ما شاء الله. إيه. الله يوفقه. قطو الله يطول عمرك. شكرا يا عم. مشينا. مع السلامه. وجع. وش ذا السلب هذا؟ العذر والسموحة يا عم، هذا الكلب حقي. اقلعه اقلعه ولا تمشي ولا سلام. يلا يا ابويا شغلتنا بالكلب حقك، وبالاخير جايبنا عند بيتنا. الكلب حقك ده ابو كلب ما عنده هرجة. احسن تستاهل عشان ثاني مرة تعرف تطلع الحرامي. يا عيال الحين شو الصوت؟ خلونا ندور مصدر ثاني، شكله ما لنا حظ في 750,000 ريال. انا عندي فكرة. وشي؟ عامر مو انت تقول انك شفت السيارة؟ الا شفتها. الحالة صغيرة، نروح كلنا ندور السيارة، واذا لقينا السيارة لقينا الحرامي. سلام عليكم. اكبس يلا حي عامر، يلا حي. ما عندك معارض اليوم يا ابو خليف؟ اول يوم عندي ويكند. ويكند؟ طيب نبيك موضوع خاص عادي. ابشر ابشر بعزك عامر. ابد يا ابو خليف، ندور لنا على كابرس 2013 رصاصي، ما تخبر لنا؟ كابرس 2013 رصاصي؟ ابكلا هلا ابكى عندي فالقرب حقه على الشريطيه، بس الرجال ما يبي يبيع، ما يبي يبيع. شكل هذا الحرامي يوم درى انه بينقفط قال خلنا بيعه. تقول صادق؟
انا اعلمك الحين وش اسوي. حركاتك هذه ما تخليها دايم. الله يسعدك. في سيارة ملحمة ورانا شوف. دز دز دز. ها؟ دز دز. حبيبي ملحمين فينا الرجال، خلينا نوقف نشوف ايش عندهم. حلال ما عليك منه، لحم ما لحم. هد ادخلني هد ادخلني هد ادخلني. يلا ما تشوف شر ان شاء الله، وهالمره جت سلامات، تقدر تطلع بعد شوي ان شاء الله. يلا الحمد لله على سلامتكم يا شباب. ان شاء الله عليك يا عامر، انت اللي ما جاك شيء. الحمد لله. بشر دكتور، كيف اوضاع العيال؟ لا وضعهم ان شاء الله طيب، ويقدرون يمشون بعد شوي باذن الله. الحمد لله على سلامتكم. يبا هلا هلا شبيب. ابوك؟ اي ابوي يا عامر، وانا شبيب واعرفكم. تعرفنا؟ اي اعرفكم، حنا عندكم بالحاره جيرانكم، لكن ما عمرك شفتني. وش السالفه؟ السالفه يا عامر ان ابوي مفشلني بهالشحاده، ما غير يشحد بالشوارع وانا ما ادري ايش اسوي فيه. والمشكله ماني مقصر معه باي شيء، يعني مرخيله الدنيا كلها. اللي تبي سمي يبا سمي يبا. يعني انت اللي اخذت الاكياس وطلعتها من البيت؟ ايه انا اخذتها، لقيت الكهرب طافي وشلتها، خفت ان اللحم يخيش. والاكياس موجوده؟ ايه موجوده كلها. ايه كلها. اركب بديتك. فقي ذا فقي الله يرفع الضغط. لا ترمي معك المكنسة كان سلحف بنت ابن الحلال. طيب بابا كيف؟ ماما كيف؟ انت كيف؟ اوف 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 اوف. وش ذا الحوسة؟ جايهم ذولا؟ صديق ما في خير، جينا والمكان حوسة، شكله ما نظف عقبنا أمس. من يوم ما طلبنا نزيد راتبه، رفضنا، بطل يهتم ولا ينظف. والله حرام نعطي له راتب وإحنا نشتغل. صديق! صديق! إيه هرتوا عليه، أعطوه عليها حمرة، تراكم دلعينه. يا صديق! يا صديق! يا صديق! يا صديق! وش جاي ذا؟ مشينا يا عم. هذا مشكلة. قري 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 كثير. كلام كثير. هذا أكل نوم تلفزيون، أكل نوم تلفزيون بس. وراتب ما في قليل، شوية فلوس. أنا كلام في زيادة ما في، كله كسم كسم كسم. أيوة من أصفي أدخل أصفي. سلامات، سامعني مطنش أنت ورا ما جيت. بابا إيش في مشكلة؟ أنا في كلام بابا ماما أخو مالانا صغير هم هم لقمة أكل. إيش في مشكلة أنت؟ قايل لك يا عامر إنه متغير، بلاكم معطينا وجه فوق اللزوم، ما خرب العمان إلا أنتم. أسمع يا صديق، عليك خصم 200 ريال بعد ما نرجع ألقى الاستراحة نظيفة، تفهم ولا ما تفهم؟ بابا كله كسم كسم كسم، منزير راتب مال أنت بابا. عاد هذا اللي عندي، وإذا تكلمت مرة ثانية أبخصم عليك زيادة، تفهم ولا ما تفهم؟ ت-
تفهم. اشوى يلا مشينا يا عيال. نزل الجوال. ان شاء الله على كتمي. يا عيال ايش رايكم نسفر صديق ونفتك منه؟ اي والله يستاهل خروج نهائي بلا عوده. مهبول انتم وياه، ومن اللي يشتغل عندنا بالاستراحه ها؟ تبون نبلش؟ وش رايكم نستقدم واحد احسن منه؟ يجيكم واحد جديد وتبحلون به، يابي لكم سنه تعلمونه، هم من يقرب عليكم، هم من يخرب عليكم، الا خلكم على عاملكم، بس وشو ارتسوا عليه ادبوه. وهو صادق ولد عمي، نأدبه. خل الفخذ حقي ذا خله. كلوا يا عيال. الحين وش تبي بذي قطع غيره غالي؟ خذ لك يابانية أرخص وتصبر لك لسنين. أناك ما جربتها تغير رأيك ها؟ وما له نجربه يلا. ايش الجو البيض هذا؟ حط شي خلي تنكس. يلا. ولد ولد ولد. اها اها اها. ها صالح ما قلت لي كيف الموتر معك؟ والله ماشي ما جاز ما مثل الياباني. عل عل عليه بس. هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه، هو هذا اللي قدرني. ورا ما تطب بحجري ها؟ هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابي. ها! الرجال صدمته! الرجال! وين رايح؟ وقف! وقف! وقف الرجال! صاحي انت وراك تسلم وتنحاش. انا عارف ليش انحاش، ابي يوهقني وكنت انا اللي اسوق. لحظه لا تصيح، تحسب رخامه مثلك. ارفع لومك، هذا ولد عمي. عامر ولد عمك اخطف حقي. يا ابن الحلال ما اخطف حقك، هذا قضاء وقدر. يا عيال تتوقع صار في شيء؟ صدمه قوة، اكيد الراجل تكسر ويمكن انه مات، وفي النهاية انا اللي ببلعها. لا حول ولا قوة الا بالله، خويك هلحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ليتني ما اعطيتك السيارة يا شيخ. ورع انتوا يا خلاص يا اخي هدوا. خلاص خلاص، هنا حفرنا هنا دفنا، قفلوا الموضوع. يا عيال افضل شيء كل واحد يروح بيته. يلا يلا قدامي، يلا همش. اصفي ورع بزر، اصفي انقلع انقلع انقلع، سو ساهي يلا. ما هو سوي ساهي وجع هالطمارة ذي، ما تستحي عليك وعلى وضعك. انا اللي ما يستحي، مين يصدم نفر وينهاس؟ انا والله انت. وش تقصد؟ تقصد انا صدمه قوة، اكيد الراجل تكسر ويمكن النهمات، وفي النهايه انا اللي ببلعها. استانس ولا قوه الا بالله، خويك هلحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ليتني ما عطتك السياره. اثريك تسجل لنا يا نذل، هذا اللي ما حسبنا حسابه خاين ولازم يعاقب. زف وجهك، انقلع انقلع عن وضعي. عامر انا الجوال اللي معك امسح اللي بوه وفارمته. اللي بوه وفرمته. انا في ثلاثة نفر، واحد اثنين ثلاثة، كله في ثلاثة نسخة مع ثلاثة نفر. طع
طلع مرتب اموره هذا الفقي، لازم يتأدب. يعني يبغى يضرب، اقول كل تبن والفقه. انت يبغى يسوي سنين زريمه، يضرب ويصدم. هذا في صدم، في ممكن كم اسرع، ممكن كم صين صنع صدم، وفي موني يعني في فلوس. معلوم ولا ما في معلوم؟ يا صديقي ابن الحلال، انت وش فيك علينا؟ وش تبي بالضبط انت الحين؟ خلاص يا طويل انت. لا تصيح، فك وذب جوال ثلاثه كاميرا، وانا بعدين في فكر ايش اسوي. انا في استراحه مال صغن، هذا في جوال ثلاثه كاميرا، في صور شباب، هذا طباخ، هذا كناس، هذا عامر حق مصاوير ودي يجيب تارو، هذا سواق مال انا، هذا يزهق انا. قول له شباب مع السلامه. مع السلامه. قول صوت مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. سلام ورحمه الله وبركاته. ليه ما في انت السلام كويس صديقنا؟ ايه كانك سبت مون علينا، لا يكون بس بترسل مقطعنا لاخوياك. ايوه انا في يرسل، ايش في مشكله؟ في سي عندك سي يا بزر يا ورع؟ لا لا ما في مشكله، بس ان شاء الله بتحذف المقطع. حذفه. الحين انا زيان ابي اكل. خابر لك بوفيه البطله. اقول اسكت يا بزر الفقه، انا ابي مطعم فايف ستار. لا يا شيخ ما بقى اللهي. كله نفرات برج. يلا هيهم. هذا المطعم وجبناك له، واي شيء تطلبه بنسوي لك اياه، بس وش تبي مننا يا صديق؟ ايش كلام انت يا صديق؟ شيخ صديق ما في كلام، ما صديق كلام صيخ. تخسر ما يخس الا قسمك انت وودرك. خلاص يا عامر روقنا تكفى. خلاص يا صديق انت الشيخ، انت شيخنا كلنا. يخسر ويعقب. في كلام ثاني، انا يبغى زياده راتب 3000. هذا اللي ناقص يا عيال، قوم بلغ على انفسنا، ترى ما سخ هذا. انت لو يبلغ عني كلكم ان شاء الله كلابوس. انا اقول يا عيال ننفذ طلباته ونفكنا من وجع الدماغ هذا. صحيح صحيح. صوف انت وهو هذا قوتي، انت ترمبة ترمبة معلوم. انتم في طلب بسيط صغير. اوه هذا اللي ما يعطى وجه. اوه هذا اللي ما يعطى وجه. اقول لك ابي عرس، ابي ولد يصيل اسم مال انا. من زين اسمك ولا من زين خشك؟ لا من زين خصك انت ووجهك وذبحك وصنبك اللي تقول اريل. ايه اقول اخلص علينا، وش تبي؟ فلوس ما في مال مهر، ارس ما في، وسقه ما في، ذهب ما في، تقطوا انتم كراتين قواطي ترمبات تقطوا. وعرس ابي عرس راحه. يا ليل، من وين نجيب لك عروسه انت ووجهك بعد؟ لا لا ما في مشكله. اما انا كومار. استحيت استحيت على وجهي. في 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 بنت انا يا رساليه ان شاء الله، بس انتم دبروا انفسكم، شوف الموضوع ان شاء الله. جود فيري نايس. آج شادی ہے میرے یار کی،
أيه أيه خوش آمدين. شكرا شكرا مبارك. أيه شكريا شكريا شكريا. عاد وراكم لبسينها ناموسية علشان البعوض ما يقرصها. ما في مشكلة، اقصف اقصف. ما شاء الله ما شاء الله، وش ذا الزين. شكرية. وي وش ذا الزين، انا ما عرست. ما شاء الله، الظاهر اعطيتكم وجه. اقول بزر اسا اكل اكل نفرات. يلا ورع. ابشر ابشر. يلا يلا يا عيال مشينا. يلا هيهم يلا هيهم. تفضلوا حياكم الله على واجبكم. يلا هيهم تفضلوا على واجبكم. يلا هيهم. وزدان وزدان وهو هو ما تستهون. لا يا شيخ كنك فليتها. اقول واسكت لا اسمع صوتك. المفروض زايب للرزازيل مفطه. ابشر الحين اجيب لك مفطه. انقلع بس لا تطق. سل انت وياه. سام ابشر. يلا شيخ. يلا يلا هيهم. شكريا شكريا. يا هلا الله يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. عندكم مفطح؟ عندنا مفطح. كم؟ عندنا نوعين، الصغير ب 1300 والكبير ب 1700. الأجل عطنا الصغير. لا 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 عطنا الكبير. الكبير ايش فيك انت بيفصل علي ذاك؟ كبير؟ اي نزل كبير. الو نزل عندك واحد مفطح كبير الآن. لو سمحت نص دجاجة مندي وكثل لي الزبيب. خيرت وياه؟ مضيعين شي بوجهي؟ لو سمحت. نعم. قد انصدمت؟ ايه. متى؟ قبل اسبوع. تتذكر اللي صدمك؟ ايه زوجتي لما طلبت مني الطلاق. وين؟ مو قصده صدمة عاطفية، صدمة موتها. ايه انا كل اسبوع انصدم مرتين ثلاث، لكن ربي يستر عليه. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اجل انت اللي صدمناك قبل اسبوع؟ ايه انا الوحيد اللي في الرياض ينصدم ولا يجيني شيء. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اجل ابشر بالمفطح تستاهله. مفطح؟ مفطح وشو؟ هذا المفطح هدية لأنه صدمناك قبل يا عم. بيض الله وجهكم. أجل خلوني أروح أقرب السيارة. وانت مع دبي دجاج. طيب لو سمحت الحساب. كم الحساب؟ 1700. أبشر القطة عيال. حرام عليك يا عم، ما شفت السيارة قدامك؟ يلا تعال خلنا نوديك المستشفى بسرعة بسرعة. ما يحتاج ما يحتاج، قول ما شاء الله ما شاء الله. لا يا عم لازم لازم اوديك، اطمن عليك. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. حياك حياك. الحمد لله ان الله سلمك، بس لازم نطمن عليك ونسوي اشياء. اوه ابو محمد. لا 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 ده مش محتاج اشياء ولا اي حاجه خالص، ده بس استريح شويه وخذوا فيديو وانتم ماشيين. السلام عليكم. اجل انا استاذنكم. ما تشوف شر يا عم. المهم يا عم عامل الاستراحه عندنا وناشب ولا يبي يطلع. ترى حد سربنا ولعب حسبتنا. والله يا هو فاقع قلبي بعد. أجل يقول لكم يبي مفطح ها؟ حياكم الله على واجبكم. حياكم الله على واجبكم. آجوا آجوا آجوا. أقلطوا
أجل تبي مفطح ها؟ أركب بديتك.